أولى نشرتنا الإخبارية المفصلة لنهار اليوم، أهلا بكم. بداية، ترأس أمس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء. السيد رئيس الجمهورية خصص لعروض تتعلق بوضعية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، نظام التكوين الجامعي وعصرنته، الطاقة الكهرونموية في الجزائر والحصيلة المرحلية لعملية تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان، فيما تم إرجاء مناقشة مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية إلى موعد لاحق. وبعد افتتاح السيد رئيس الجمهورية الجلسة وعرض جدول الأعمال، قدم السيد الوزير الأول حصيلة لنشاط الحكومة ليوجه السيد الرئيس تعليماته تعقيبا على عرض ملف مصحف الجزائر للبراي لطباعته وتوزيعه داخل الوطن وخارجه مجانا، بما في ذلك لمسجد باريس، حتى يستفيد منه أفراد الجاليات المسلمة من كل أنحاء العالم المقيمة بفرنسا، على أن يطبع عليه علم الجزائر وعبارة يوزع مجانا، ليسدي بعد ذلك السيد الرئيس التعليمات والأوامر التالية حول إدراج الطاقة الكهرونووية في الجزائر، توجيه الاستثمار في الطاقة الكهرونووية إلى الاستخدام الطبي لا سيما العلاج بالأشعة لمرضى السرطان وكل الأمراض الأخرى التي تتطلب هذه التقنية، تكثيف الأبحاث العلمية المشتركة مع أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة للرفع من قدرة تخزين الطاقة الشمسية وفق برنامج منسق بين وزارتي الطاقة والتعليم العالي تكون أهدافه محددة، بدقة حول نظام التكوين الجامعي وعصرنته أمر السيد الرئيس بتعزيز الانسجام المسجل بين قطاعي التعليم العالي والمؤسسات الناشئة، مثمنا توحيد الجهود خدمة للاقتصاد الوطني، إعادة النظر بصفة دقيقة في التنظيم الحالي بين نظامي الـLMD والكلاسيكي وفق نظرة توافقية للأسرة الجامعية، على أن تقدم المقترحات في حينها إلى مجلس الحكومة ثم ترفع إلى مجلس الوزراء، أن تتضمن الإصلاحات أيضا مراجعة في نظام الخدمات الجامعية من حيث الكيف والكم، فتح المجال للجامعات الخاصة وفق معايير ومقاييس دولية بما فيها المنشأة مع إمكانية تمويل بنكي لتجسيدها، وضع بطاقية مرجعية للتخصصات العلمية لمعادلة شهادات الجامعات الأجنبية بصفة آلية لحاملها من الجزائريين لتسهيل عودة الكفاءات والاستفادة من تكوينها العالي وخبرات طلبتنا وأساتذتنا القادمين من الخارج. حول وضعية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ثمن السيد الرئيس التقدم المحقق على مستوى هذا القطاع الذي يشهد استقطاب الكفاءات الشبانية ويساهم في خلق مناصب شغل والثروة، أثنى السيد الرئيس على الحركية التي تعرفها منظومة التعليم العالي في تحفيز الطلبة لخلق مؤسساتهم الناشئة، كما أمر بمواصلة التنسيق على هذا المستوى. يقدم ملف المؤسسات المصغرة مجددا أمام مجلس الحكومة ليعرض على مجلس الوزراء للبث فيه نهائيا. جدد السيد الرئيس التزام الدولة بالوقوف إلى جانب الشباب ومساعدة المؤسسات الناشئة بهدف تطويرها وتوفير بيئة ملائمة تساهم في بعث الاقتصاد الوطني. حول الحصيلة المرحلية لتنفيذ عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان، برمج مجلس الوزراء جلسة أخرى في غضون شهرين لعرض النتائج النهائية لعملية الإحصاء واستغلال الاستنتاجات ضمن استراتيجيات التخطيط الحكومي في مختلف القطاعات لا سيما في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، ليختم بعد ذلك مجلس الوزراء. وقع رئيس الجمهورية مرسوما يقضي بمنح المجاهد الراحل الهادي أرجب الجنسية الجزائرية الذي حالت البيروقراطية الجزائرية لسنوات دون منحه أيها. أحمد خردين. العرفان بالجميل قيمة ثابتة في التاريخ، كيف لا وإذا تعلق الأمر بمن ضحى بالنفس والنفيس في سبيل أن تحيا الجزائر.
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يقرر منح الجنسية الجزائرية لواحد من المجاهدين الذين رحلوا ولكن أثرهم ما زال خالدا في صفحات التاريخ. المجاهد الراحل الهدر جب يحظى بشرف الجنسية الجزائرية بمرسوم رئاسي في 2 فبراير 2023، وهو الذي طرق كل الأبواب للحصول عليها في وقت سابق، لكن آلة البيروقراطية ولسنوات طوال لم تتوقف يوما عن تحطيم آمال وأحلام حتى من سقوا بدمائهم أرض هذه البلاد الطيبة. تحققت الأمنية وأعيدت كل الحقوق للفقيد الهادر جب ولأسرته بأمر من رئيس الجمهورية الذي لطالما اعتبر أن البيروقراطية من أكبر المخاطر التي تهدد البلاد، وحتى يتسنى للجميع اليوم إدراك حجم الحرب الضروس التي تخوضها الدولة ضد البيروقراطية ومن يقف في طابورها. توفي المجاهد وعضو الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني الهادر جب عن عمر ناهز 82 عاما، وفي رسالة التعزية قال عنه رئيس الجمهورية: لقد كافح من أجل إسماع صوت الجزائر والتعريف بالقضية الوطنية دوليا، وكان من أولئك الأفذاذ الذين نقلوا صوت الثورة إلى مختلف ربوع العالم. في إطار حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على المتابعة المتواصلة لأداء المؤسسات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي، لا سيما تلك التي تم إدماجها مؤخرا ضمن القطاع الاقتصادي لوزارة الدفاع الوطني تحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية، قام السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس بزيارة عمل وتفتيش إلى الشركة العمومية الاقتصادية مسبكة رويبة. حمزة أحمد بالقسم. بعد مراسم الاستقبال ورفقة قائدي الناحية العسكرية الأولى ومديري الصناعات العسكرية وبحضور مديرين مركزيين بأركان الجيش الوطني الشعبي، استمع السيد الفريق أول إلى عرض شامل عن الشركة العمومية الاقتصادية مسبكات الرويبة، تضمن مهامها وأقسامها وكذا مختلف منتجاتها، وذلك قبل أن يزور مختلف الورشات التي تتوفر عليها ويتعرف عن قرب على مراحل التصنيع، حيث تلقى شروحات وافية من قبل المسؤولين والقائمين على الشركة. كما عاين السيد الفريق أول مجموعة من المنتجات المصنعة من طرف الشركة والتي تتميز بنوعية عالية تعكس جودة الإنتاج الوطني. إثر ذلك التقى السيد الفريق أول بإطارات ومستخدمي الشركة، حيث ألقى كلمة توجيهية أكد فيها سعادته بزيارة الشركة العمومية الاقتصادية مسبكات الرويبة التي تم إدماجها مؤخرا ضمن القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي ووضعها تحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية. يطيب لي في مستهل هذه المداخلة أن أعرب عن تمام امتناني وسعادتي بهذه الزيارة العملية التي أقوم بها إلى الشركة العمومية الاقتصادية مسبكة الرويبة، والتي حرصنا في الجيش الوطني الشعبي تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على إدماجها ضمن القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي ووضعها تحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية. فوزارة الدفاع الوطني تسعى لتطوير صناعة عسكرية محلية تعتمد أساسا على ركيزة نقل التكنولوجيات وتنويع مجالات نشاطها والمنتجات التي تقدمها للسوق الوطنية على نحو يمكن القاعدة الصناعية العسكرية من تعزيز دورها الهام في تنشيط النسيج الصناعي
لبلادنا. السيد الفريق أول أكد أيضا حرصه على الاستفادة من التجربة الثمينة والطويلة التي تحوزها هذه الشركة الوطنية العريقة في مجال الصناعات الميكانيكية، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف للارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدول المصنعة. كما حرصنا من خلال هذا الدمج على الاستفادة من التجربة الثمينة والطويلة التي تحوزها هذه الشركة الوطنية العريقة في مجال الصناعات الميكانيكية، وتثمين خبرة مواردها البشرية وإطاراتها، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى التلبية التدريجية لاحتياجات قوتنا المسلحة وتدعيم جهود الاقتصاد الوطني وامتصاص البطالة وتشجيع المناولة والرفع من نسب الإدماج الوطني عبر تطوير صناعة محلية ذات جودة عالية وتقنيات متطورة، مما سيساهم حتما في الارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدول المصنعة. ومن بين الأهداف التي ألح دوما على وجوب المضي في بلوغها هي ضرورة التحسين المستمر للمعارف والمهارات للإطارات والمستخدمين والعمل دون هوادة وبتفان شديد من أجل المحافظة على هذا المكسب الذي لا يقدر بثمن، وكذا المساهمة بفعالية في الرفع المستمر لمستوى صناعاتنا العسكرية. كما اغتنم السيد الفريق أول هذه المناسبة ليعبر عن يقينه التام بأن مستخدمي الشركة يدركون وهم يؤدون واجبهم مدى الخدمات الجليلة التي يقدمونها لبلادهم، حتى تبقى محفوظة وهامتها مرفوعة وقرارها سيدا، ويبقى أبناؤها جديرين بحمل رسالة الشهداء الأبرار. أخيرا، أنا على يقين تام بأنكم وأنتم تؤدون واجبكم المهني على مستوى هذه المؤسسة الصناعية العريقة، تدركون مدى الخدمة الجليلة التي تقدمونها لبلادكم الجزائر في مجال تقوية متطلبات دفاعها الوطني بشتى جوانبه. وبهذه المناسبة أتقدم إليكم جميعا بالتحيات والتشجيعات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الذي يعول عليكم كثيرا في أداء مهامكم بجدية وإخلاص واحترافية عالية. في ختام اللقاء حرص السيد الفريق أول على الاستماع لكافة انشغالات واهتمامات مستخدمي وعمال الشركة الذين عبروا عن عزمهم لرفع كافة التحديات وكسب جميع الرهانات بغية الارتقاء بهذه الشركة الرائدة إلى المستوى المأمول كقطب صناعي ومفخرة لكل الجزائريين، وذلك قبل أن يوقع السيد الفريق أول على السجل الذهبي. متابعة لمخرجات مجلس الوزراء، وضمن التوجه إلى إعادة النظر في نظامي التكوين الجامعي، لقاءات تشاورية تشرك جميع الفاعلين لترقية الشأن الجامعي. العينة من ولاية تيارت مع مراد عبروس. تخفيض عدد ميادين التكوين وإضافة سنة دراسية في الليسانس مع خلق أقطاب جامعية موحدة هي أبرز النقاط التي تم طرحها ضمن اللقاءات التشاورية الخاصة بعصرنة الجامعة. طبعاً الآن في التشاور بيشرك كل الأسرة الجامعية على مستوى كل الجامعات الوطنية في الغرب في الوسط في الشرق في الجنوب. كانت فيه نقطة وهي في حيز التفكير، هي كيفية يعني تخرج الطالب بشهادة جامعية بنفس البكالوريوس ولكن بشهادتين جامعيتين. أبدأ في الحقيقة السادة الأساتذة مقترحاتهم
وفي الحقيقة كانت جد مثمرة، وجد الهدف منها هو أن نخرج بخارطة الطريق، الهدف منها هو أن نعصر انقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وقد تم اقتراح العديد من المواضيع في المحاور التي برمجت. استنتاجات مجموعات العمل سيتم عرضها على الوزارة الوصية لصياغة توصيات ترمي إلى تحديث القطاع. جوانب العصرنة في هذا الجانب تتمثل كما قلت لكم في 4 مشاريع، وقمنا من أجل معرفة صدى الأسرة الجامعية ومختلف الفواعل، قمنا فريق العمل الذي قدم نتائج أو الاستخلاصات الأولى لهذه المشاريع الأربعة الكبرى عرضها على فواعل الأسرة الجامعية، من أساتذة، من طلبة، من ممثلي من الشركاء الاجتماعيين وممثلي المنظمات الطلابية، وحتى أولياء تلاميذ الثانويات وحتى الثانويين، لأنه الأمر يهمهم بالدرجة الأولى. إشراك مختلف الفاعلين في ورشات التقييم من شأنه إضفاء نجاعة وفعالية على الإصلاحات بتثمين نقاط قوة الجامعة الجزائرية ومسايرة المستجدات. بمبدأ الانفتاح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي والتثمين مخرجات البحث العلمي والتطور التكنولوجي، حجزت المؤسسة العمومية الاقتصادية سيتال مكانا في الصناعة العالمية بفضل الخبرات والسواعد المحلية الشبانية العينة من مصنع صيانة وتركيب عربات ترامواي بولاية عنابة مع رضا تبرمسين. هي تكنولوجيا فائقة الدقة، نتاج بحث علمي وأكاديمي سخرته سيتال لتركيب وصيانة عربة الترامواي عبر كل الخطوط وبأيد جزائرية 100%. نقوم بعملية تركيب ترامواي حيث تنقسم إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى أين نقوم بالربط الميكانيكي للعربات بعضها مع بعض، بالإضافة إلى التهيئة الداخلية والخارجية للترامواي. ثم تأتي المرحلة الثانية أين نقوم بربط العربات بعضها ببعض بالأسلاك الكهربائية وتركيب جميع الأجهزة الإلكترونية مع برمجتها. في ورشة الصيف يتم تجميع أجزاء المحرك وصناعة أدق لواحقه بمهارات جزائرية، وهذا لرفع معدل الإدماج المحلي. في إطار سياسة داخلية لسيتال الرامية لرفع معدل الإدماج المحلي، أطلقت سيتال مركزا للتصميم والتصنيع الميكانيكي لتلبية احتياجاتها فيما يخص المجال الميكانيكي. يقوم هذا المركز بالدراسة والتصميم الميكانيكي، إذ يحتوي على مكتب دراسات وورشة للآلات المستخدمة في تصنيع الأجزاء والقطع الميكانيكية. تصليح كل الأجهزة والمعدات التي تحتوي على بطاقات إلكترونية، سواء كانت معدات عربات الترامواي أو تجهيزات ثابتة. تطوير أجهزة الاختبار والمراجعة ومختلف الأنظمة. إجراء الاختبارات والتحاليل باستخدام أدوات القياس المختلفة ومختلف برامج المحاكاة لإصلاح الأجهزة التالفة. سيتال لم تهمل أدق التفاصيل تأميناً لسلامة الراكب وللتحكم أكثر في تطوير آليات المعالجة والمراقبة في وحدتها بعنابة. هي الأولى على مستوى إفريقيا، وهي يعني إنجاز بالنسبة للجزائر، لأننا نقوم بصيانة جميع خطوط عربات ترامواي في ولاية عنابة، ونقوم بصيانة أيضا نظام الكبح الخاص ب6 ولايات اللي هما وهران وقسنطينة بالعباس ومستغانم وورقلة، والتي نقوم فيها اعتمادا على هذه الآلات بالصيانة المسافية والصيانة التصحيحية. تعتمد سيتال في تجربتها على تطوير مختلف أنواع أجهزة الاختبار والمراجعة التقنية، وكذا التصميمات والمحاكاة الافتراضية، وهو ما مكنها من الحصول على شهادة الإيزو. دوليا الآن هلك أزيد من 200 شخص وجرح المئات في كل من تركيا وسوريا جراء زلزال عنيف بقوة 7.8 درجة على سلم ريشتر ضرب فجر اليوم محافظة كهرمان مراس جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود السورية، مخلفا دمارا هائلا في عديد المدن الواقعة جنوب البلاد، والتي أحصت إلى حد الآن 86 هالكا، في حين سجلت سوريا
ما لا يقل عن 119 هالكا إثر انهيار عدة مباني في مدينة حلب شمال البلاد، فيما يحاول عمال الإنقاذ انتشال ضحايا العالقين تحت الأنقاض في عديد من القرى والمدن السورية المتاخمة للحدود التركية. ويعد هذا الزلزال الذي شعر به أيضا سكان لبنان وقبرص يعد ثاني أعنف زلزال شهدته تركيا بعد الزلزال المدمر الذي خلف 17,000 قتيل سنة 1999. في الشأن الصحراوي، حذر الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي خلال إشرافه على افتتاح أشغال الدورة العادية الأولى للأمانة الوطنية للبوليزاريو، حذر حجم التآمر والتكالب الذي تتعرض له القضية الصحراوية من خلال فتح الاحتلال المغربي للأبواب أمام أجندات أجنبية خبيثة تهدد السلم والاستقرار في كامل المنطقة، مضيفا أن الجميع مدرك بحساسية وخطورة المرحلة وما تتطلبه من تجنيد واستعداد، وخاصة فيما يتعلق بتجسيد شعار مؤتمر البوليزاريو تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة. وفي المغرب، الميدان يفضح سوء إدارة المخزن وهو المتطاول على أسياده وجيرانه ممن أثبتوا الكفاءة والجدارة وروح المسؤولية، وفي وقت تتهاطل عليه الفضائح الدولية يصر المخزن على تبرير المواقف بالكذب وتزييف الحقائق. حفظ عبد الصدوق. تتوالى الفضائح المخزنية تباعاً لتزيد من تعميق التصدع في النظام المخزني المتهالك، فضيحة رياضية جديدة بعد أن أظهرت صور لعناصر أمن المخزن وهم يقمعون المواطنين ويجبرونهم على الرحيل بعد أن هدموا بيوتهم من أجل بناء ملاحق رياضية لصالح تظاهرة رياضية، بينما أظهرت صور أخرى مشاهد فوضى وأعمال شغب وتدافع الجماهير المغربية على الملعب وتسلقهم لجدرانه وهجومهم على المدرجات في مشهد كشف فشل المخزن في تنظيم فعالية رياضية، لينتهي الشغب بإقصاء الفريق المغربي المشارك في أول مباراة له في المنافسة. انفلات أمني يضاف إلى قضية موروكو جيت التي ما تزال هزاتها الارتدادية تضرب عمق الفساد في النظام المخزني، آخرها صور للصحافة العالمية تفضح كذب وتزييف رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة للمغرب والاتحاد الأوروبي لحسن حداد الذي نفى الخميس الماضي وجود أي لقاء جمعه مع رئيس وفد العلاقات مع البلدان المغاربية بالبرلمان الأوروبي أندريا كوزولينو وعضو البرلمان الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري الضالعان في قضايا فساد ورشاوة. إحدى الصور تعود لعام 2018، يظهر فيها لحسن حداد مع بانزيري التقطت خلال اجتماع مشترك تم خلاله التصويت لصالح اتفاق فلاحي بين الجانبين يستبيح الثروات الصحراوية، وهو ما يفضح حجم الفساد الذي وصل إليه المخزن من أجل الفوز بصفقات تجارية وشراء الصمت الأوروبي. ختام النشرة، نلقاكم في تمام التاسعة بحول الله، إلى اللقاء.